السلام عليكم ورحمة الله. ضيف الحلقة اليوم في البودكاست من صوفيا هو سي محسن الخديسي، مهندس دولة وحائز على الدكتوراه من لينسياس مدينة الرباط، أستاذ جامعي، مقاول، مستثمر وكذلك شاعر. في الحلقة هذه تحدثنا على مجموعة من المواضيع، من بينها شوية النبش في التاريخ ديال المغرب وبعض الأعلام اللي ذكرناها، وبعض المدن كذلك المغربية اللي نبشنا شوية في التاريخ ديالها. درنا كذلك على ليكوسيستم ديال الستارتاب في المغرب، وشوية على الجامعة المغربية، ماشي ديال كرة القدم بل الجامعة ديال القراية يونيفرسيتي. شنو الإجراءات اللي خاص تتخذ باش تولي الجامعة المغربية قادرة تتماشى مع سوق العمل ومع متطلبات ديال هذا الزمان هذا. في نفس الوقت تحدثنا على الشعر وعلى مجموعة من المواضيع الأخرى. نتمنى أن الحلقة تعجبكم. اللي ما شاركش في القناة يشارك، واللي يعجبو المحتوى ما ينساش يعملنا لايك وكومنت. فوالا هادشي اللي كاين، وعلى بركة الله نبداو الحلقة ديالنا. سي محسن الخديسي، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا، شرف كبير بالنسبة لي تكون حاضر معايا في بودكاست صوفيا، اللي بيان سو كيهدف انه يستضيف ناس اللي كنعتبرهم شخصيا اوتلايرز، وانت تو فيغور parmi هاد الناس هادو. شكرا جزيلا لله صوفيا. مرحبا، الله يبارك فيك. سي محسن، انت بالطبع غني عن التعريف، بزاف الناس كيعرفوك، ولكن هذا ما كيمنعش انني نطلب منك تقدم نفسك بطريقه مختصره ان شاء الله. شكرا. دونك محسن الخديسي، مواليد مدينه صفرو سنه 1977، متزوج، عندي ولدي، عندي امين ويوسف، ومساكن في الدار البيضاء. عمل استاذ جامعي، الاصل يعني مهندس في المعلومات من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتقنية النظم. ومن بعد كان عندي واحد المسار في المجال المهني، على كل حال طويل تقريبا اكثر من 20 سنة. والان في نفس الوقت كنمارس المهنة الأساسية ديالي كأستاذ جامعي، وفي نفس الوقت مستمر ومقاول في مؤسسات وفي شركات رقمية. تبارك الله. سي محسن، انا كنت شفت واحد الفيديو ديالك هضرتي فيها شويه نوعا ما على نفسك في برنامج من يستثمر في، ما عقلتش شنو سميتو، ليكيب دوزام. شكون باغي يستثمر في مشروع؟ اكزاكتومون، كيف انفستير دو مون بروجي. دونك كنت واحد الحاجه كانت زعما ثارت الانتباه ديالي، هو انك في الطفوله ديالك كنتي مره كتبيع وتشري. يا هذه حاجة اللي زعما عجبتني بزاف، تقدر تهضرنا شوية على التجربة؟ لكن ممكن هو في الحقيقة زعما هي عدة تجارب ديال البيع والشراء. أنا في الحقيقة يعني كبرت في أسرة اللي يعني متعددة، يعني الأولاد تقريبا ناس تابينا، ولكن زعما المسألة ديال البيع والشراء في الحقيقة ما كانش زعما بشكل عام، يعني كشخصية أنا بدا شخصية اللي شوية كنحشم زعما في واحد الخجل كبير طبيعي، وبالتالي المسألة ديال البيع والشراء ما كانش كطيح في الذهن ديالي، ولكن في الحقيقة كان واحد المساعدة وتشجيع من الوالدين، هما اللي جعلونا مرحلة من المراحل أننا نبيع دي الشوز ونشري دي الشوز. بينا بشي حاجات بساطة، يعني زعما بين الأمور اللي بدينا بها هو كان بيع لاكلاص مصوبة في الدار، يعني كان نصوب هذيك لاكلاص وكذلك بورو صغير، وكان بيعو في الدرب وصحابنا وكذا وكذا. وانتقلنا للمرحلة الثانية ديال البرقو في الحمار، المرحلة ديال الطبلة فيها ذاك الفانيل وذاك الشيء ديال سمسول لي سيكوري، شي مسول دريسات، وإلى مراحل متطورة اللي مشينا للسوق الأسبوعي، بعنا حوايج قدام، أثاث قديم وكذا، بعنا كتوبة قدام. يعني هادشي كنقول زعما ماشي كانت مهنة مستمرة، ولكن كانت أوكازيونيل، يعني مرة على حسب الظروف على حسب كذا. كان زعما ماشي بالضرورة كانت سيق أننا يكون عندنا مصروف أساسي، ولكن شي مرة مثلا إلا بغيتي دير شي حاجة، ولا بغيتي مثلا تسافر، ولا بغيتي تمشي لابيسين، ولا بغيتي كذا، ضروري تدير واحد المجهود باش توصل لهذاك الهدف ديالك، ماشي هكذا الهدف كتوصلو بسهولة. بالتالي زعما تعلمنا انه اي حاجة خصني نبذل فيها مجهود، وفي نفس الوقت هذاك البيع والشراء حق واحد التجربة رائعة جدا. يعني انا كنصح بها كاع الاباء والامهات كذا، وبالاخص الدراري بشكل عام في اي سن من مرحلة عمرية، لانه البيع كتعلم بزاف ديال
بزاف ديال لي سكيلز، كتعلم التفاوض، كتعلم كيفاش تقنع، كتعلم كيفاش تسميتو بسرعه توصل المعلومه، كتعلم كيفاش تحل تشري، كيفاش تحافظ على، كتعلم واحد المهارات كثيره العمليه اللي هي بسيطه وسريعه. وي ممتاز بصح، هذا الشيء نيت علاش كنت باغي نسولك، لان ربما كنظن ربما هذه التجربه اللي عشتيها انت والاخوه ديالك في الصغر ربما تكون اثرت عليكم في الكبر، يعني في عالم المقاوله بار لا سويت غتكونوا سام سكيلز اللي خديتيهم وانتم صغار اللي غادي يكونوا كيعاونوكم دابا جو بونس. يعني ما فيهاش انا زعما يعني كنت كتبت واحد المقال هذه سنوات نقول زعما بانه تعلمت العالم ديال اداره الاعمال والمقاولات وكذا من الناس البسطاء ومن الوالدين، واخا هي كتبان شي مرات متناقضه فعلا الوالدين واحد الحاجه كيقول لك خصك تخدم خدمه اللي مستقره وكذا، ولكن شي مرات التجارب البسيطه كتفتح لك واحد الباب. انما نعطيني مثال بسيط، الفرحه اللي الانسان كيحس بها فاش كيدخل واحد المدخول اللي كيكون تابع ليه وتكرفص عليه وكذا، هذه الفرحه لا تتصور. فبالتالي فاش كتذوق هذيك الفرحه وانت صغير من الصعب انك تبقى مستمر في منطق ديال الوظيفه او منطق ديال الصلاغي. دونك واحد الوقيته كتقول لا خصني نعاود نرجع لهذاك اللذه ديال ان بعتي شي واحد وقنعتي وتخلصتي ودخلتي واحد المدخول من بعد واحد الجهد والعناء والمشقه والصبر. وي فهمتك سي محسن، ممتاز. حاجه اخرى كنت لاحظت في هذيك الفيديو انك تحدثتي على مدينه تازه، كنظن كنتي دوسي فتره من انا كنسمعك. اوكي، قلت لك كنت شفت في الفيديو اوسي انك دوزتي واحد الفتره من حياتك في مدينه تازه ولا لا؟ فعلا. اوكي، عندي واحد السؤال غير زعما، انا كنعرف انك عندك شويه الاهتمام بالتاريخ، كنت كنلاحظها في بعض الفيديوهات ديالك اللي كنت كنشوفتهم في يوتيوب اولا غير بعض المرات في دي كونفرنس ديالك كتجبد بعض سواء شخصيات اولا احداث. بغيت نسولك واش ما كتشوفش ان مدينه تازه واحده من المدن بحال قلتي الاكثر ظلما في تاريخيا في المغرب؟ ما كنظنش اننا زعما، انا بعدا ما عقلت على راسي انني شفتها في التاريخ، ساشون كو هي مدينه تبارك الله اللي عندها واحد التاريخ كبير، كساسوا من ناحيه زعما المستحدثات اللي كاينين فيها، من ناحيه زعما الحضاره اللي كانت فيها. دايوغ كنظن ان كان اظن لسان الدين دو الخطيب وقال هو اللي كان ذكرها في واحد الكتاب اللي كان قال خرجنا من قريه فاس الى مدينه تازه، سافا دير كو تازه في واحد ليبوك كانت بوكو بلو مودرن كو مدينه فاس في واحد العصر قديم. عرفتش بريسيزامون سيتي كون اكزاكتومون. دونك تازه كنظن انها في التاريخ ما كتذكرش بزاف ونوعا ما مهمشه. هو فاق المدن اللي عشت فيها فاق واحد الجزء كبير من الطفوله ديالي كلها مدن مهمه، يعني انطلاقا من صفر اللي هي المدينه في المزاديس وهي الاصل ديالي منها، وهي نفس هذه الجملة هذه اللي ذكرتي يعني اللي قال لي سنتي من الخطيب، كنذكرها كذلك ابن أبي زرع الفاسي على مدينة صفروف لقيتها فاش جا مولاي إدريس. سيدنا مولاي إدريس يعني وقال أنه هو اللي قال هذه الكلمة ديال انتقلت من قريتي من مدينتي أو من قريتي فاس إلى مدينة صفروف أو بالعكس. يعني الفكرة هو أنه كاين المدن اللي ربما كنعرفوهاش تاريخيا أو ما معروفاش مع حتى جغرافيا كاين اللي ما كيعرفش فين موجودة، منها مدينة صفروف ومنها مدينة تازة. عشت كذلك في مدينة صغيرة سميتها ميدا قريبة من النابور، فبالتالي وهذه في حق مدن اللي هذاك الشيء زعما على بساطتها كتخلي واحد الأثر في النفس وفي التربية وفي العقلية وكذا. علاش؟ لأنه مدن صغيرة شي كيعرف شي، ولكن في نفس الوقت فيها واحد القوة، واحد القوة تاريخية. مدينة تازة من المدن اللي استعصت على الاستعمار، يعني كانت واحد المقاومة عجيبة جدا ديال الاستعمار بخصوص من تازة وقبائل بن زناسان وذاك المحيط ديالها، وكذلك يعني يعني المنطقة ديال الريف كذلك معروفة كذلك بواحد المقاومة اللي كانت يعني كيتزعمها الشيخ كريم الطبيب. فبالتالي زعما كاين مدن حقا لم تحضرنا في المغرب الصراحة التاريخ والجغرافية للأسف ممركز فقط في المدن اللي هي معروفه تاريخيا او اللي كانت عواصم ديال الدوله، وباقي المدن طالها ما طرح من تنش. وهذا للاسف اللي خصنا نرجعوا لها
نفقا يعني تازا من المدن العجيلة كما قلت جدا جغرافيا تاريخيا، باش كتجي تشوف مثلا المستحقات اللي فيها في واحد المغاره من اعظم ما يكون مغاره فريوط في واحد الطبيعه خلابه، ولكن ما يعني قليل الناس اللي كيعرفوها وكيعرف شنو المميزات ديالها والخصوصيات ديالها وشنو ممكن يدير فيها وكذا. وفعلا كاين واحد الجانب ديال البنى التحتيه اللي ضعيف نسبيا فيها اللي كيجعل الناس ما كيجيوش. نفس الشيء بالنسبه لمدينه صفرو، مدينه صفرو يعني فيها شلال، فيها طبيعه خلابه، فيها يعني سميتو الجبال والسهل والغابه والجنانات. هي كان كتسمى مثلا مدينه صفرو كنسماها شارل دو فوكو، سما سميتو بستان المغرب ولا جنه المغرب، باغادي دو ماروك. انه فاش كان جا لها بقى فزعما هاد المدن للاسف يعني واحد الجزء كبير من المقومات ديالها كتنسى وكتستوى لانها طالها التحمل. سي بيان دوماج، لان بصح كاين بزاف ديال المدن انا مازال كنت فكرتها. تارودانت باغ اكزومبل حتى هي كنظن مدينه مثلا، راه الاسوار ديالها قديمه قديمه بزاف. الاسوار ديالها باغ اكزومبل كنظن انها تاسست في القرن الثالث قبل الميلاد، وكتلقى مدن اللي تاسست من بعد زعما الفتوحات الاسلاميه في المغرب، وتعتبر مدن اقدم مدن في المغرب، في حين ان كان مدن هي قبل منها. وتوكا ربما خاص اعاده النظر في التاريخ. كاين التاريخ اللي كنقراه فعلا فعلا. هو المغرب عندنا واحد المشكل مع التاريخ، ما عرفتش علاش، لانه حتى الشخصيه التاريخيه نفس الاشكال. انا مثلا من بين الامور اللي زعما ما عرفتش ذكرتها شي مره ولا ما ذكرتهاش، ولكن زعما كتجيني مهمه، بحال مثلا كاين واحد الشخصيه كانت معروفه في صفرو اللي هي سيد حسين يوسي، وشخصيه اللي يعني حتى المسبح اللي كان مسمى باسمه، وكان في الفندق هذاك مسمى باسمه، ثانوي مسمى باسمه، ما كنتش كنعرفه في الحقيقه. وكيفاش غنعرف قيمه الرجل ونكتشف فاش كنت في كندا واحد المره مشيت للمكتبه وكنت واحد الكتاب كامل كتبه من الشرق الفرنسي سميتو جاك باخ، من الناس اللي ترجموا معاني القران الفرنسيه، كتب كتاب كامل على الحسن يوسف. واو. من بين الامور اللي كيقول فيها في وسط الكتاب وأن أول من كتب موسوعة بالمعنى الحديث هو الحسين يوسف، وهذا كان مفسر وشاعر وأديب وفيلسوف وعنده مساهمات أدبية ومساهمات علمية، يعني مساهمات تفرنة. فبالتالي زعما كاين شخصيات عندنا مثلا، أنا نيت اكتشفت أن نيت في نفس المنطقة قريب من صفرو مثلا كان واحد بنو الياسمين، كان مجموعة ديال الثانويات مسمى بهذا الاسم ديال بنو الياسمين، هو عالم رياضي مغربي معروف يكتب وكيكتب الشعر في نفس الوقت، وعنده واحد المساهمه كبيره في المجال ديال الرياضيات، حيث ان الناس فسروا واحد الارجوزه الياسمينيه ديالو في الجبر والمقابله كانوا كتبوا عليها وفسروها وكذا. هذا زعما غير باش نقول لك بانه واحد كثير من الشخصيات التاريخيه ما كنسمعهاش او ما كنقراوش عليها او ما كتعطلهاش القيمه اللي خصها تعطلها. وي بصح سي محسن متفقه معك. دايوغ حتى في مدينه تازا كان واحد واحد الشخصية اللي هو ابن مشعل أظن هارون واقيلا، كان ما عرفتش واش في راسك السي محسن أنه كان كيحاول يأسس بحال مثيل ديال دولة إسرائيل، كان كيحاول يجمع اليهود في دولة وكانت غتكون النواة ديالها هي تازة، ولكن كانت باءت بالفشل. كانوا القبائل جبونس القبائل الأمازيغية كانت ما عرفت المهم شي قبائل تما كانت وكفو هارون بن مشعل أظن هارون بن مشعل هو كان في منطقة تازا فعلا، وقضى عليه يعني كان زعما واحد القصة طويلة. على كل حال هو خد زاد في وجدة ومن بعد مشى لتازا وحكم في المنطقة ديال تازا في واحد المرحلة، وتما فين بدا الأخر ديال التأسيس ديال هذا. هذا أنا النموذج زعما ما عنديش كثير الصراحة. دابا في تازا مثلا يعني فاش كتجي تشوف حتى يعني التاريخ بحال مثلا سميتو الإمام الكريم الخطابي، أنا بالنسبة لي كشخصية في هذا المستوى اللي كان يعني الناس من المقاومين في العالم يستفدوا من التقنيات اللي طور منهم تشي جيفار وحرب العصابات وكذا، وكيقول بأنه هو استلهم هذا الشيء مثلا من الإمام الكريم الخطابي. الآن ما من الأسف بزاف الناس ما عرفوش التاريخ ديال هذا الرجل ولا الفكر ديالو ولا طريقه التفكير ديالو، ربما لانه في مرحله من المراحل كان معارض حتى لحسين يوسف، كذلك حيت كان ربما عنده واحد النوع من المعارضه للسلطه ديال مولاي اسماعيل في هذيك الوقيته.
طار هو تسمى شنو صاحب تبرع العلم أنه رجل ألف وكتب ونظر وكان يقال أن هذا الحسين يمشي هذه غير إشارة باش ما نطورش، ولكن يقال أنه فج الفاس، أنه رأس ديرو من قبائل الأمازيغية من الجنوب، يعني من قريب الناس من تارو دانت وكال هذا الأصل ديالو، كان بقى في الزاوية الدلائية مدة وتسلم هذا على علمائها كذا، وكان جا الفاس، فاش جا الفاس اعتبروه العلماء ديال الفاس بحال ديك الساعات العلماء ديال الفاس كيعتبروا بانه اي واحد ماشي من مدينه فاس وكذا راه يعني علمه بضاعه مجهد، داكشي ضعيف. فاختبروا واحد الاختبار عجيب جدا، وانهم شدوا 100 واحد ويعني حفظوا واحد الاحاديث ولكن خربقوا لهم، يعني كاين الحديث كيكون فيه متن والسند، السند هو داك العنعنه والمتن هو لو تكست ديال الحديث، النص ديال الحديث. فقالوا 100 حديث ولكن واحد كيقول يعني كيقول سند وكيقول متن ديال حديث اخر، يعني خربقوا داكش وشلاوها عليه. العجيب انه بطبيعة الحال هو رجع عاود الاحاديث بالشكل الصحيح السند الصحيح والمتن الصحيح، ولكن كسر من هذا الشيء، قال لهم الحديث اللي قالوا فلان راه السند عند فلان، والحديث اللي قالوا فلان السند ديال الحقيقي الصحيح عند فلان. واحد الذاكره عجيبه جدا. وعلى كل حال يعني هو بين قوسين طهد في يعني في فاس بشكل او باخر، وكان قال واحد القوله شهيره تحكى عنه وتحكى كذلك على سيدي حرازم اللي هو كان من العلماء كذا، قال خرجت كما هم دخلت كما هم وخرجت كما هم. زعما الفكره اللي بغيت نقول هو انه كثير من الناس علماء ولا زعماء ولا وجهاء ولا كذا ما نالوش لحد من، وهذا من الخطا ديالنا في المغرب، لان في المشرق كتلقى عندهم شي عالم بسيط وكتلقى الطريقه باش كيكبروا به وكيعظموه وكيهدا، يعني فهذا من الامور حقا اللي خصها اعاده النظر. وي عندك الصحه سي محسن. واو الوغ دابا سي محسن نقزو من الماضي للحاضر. وبغيت نسولك بضعه اسئله على كيفاش كتشوف حاليا ليكوسيستيم ديال لي ستارت اب في المغرب، خصوصا في مثلا هاد السنه هذه مثلا شفنا ان مثلا شالي بو ايما قدرت انها تاخذ واحد الفينانسمون كبير من الواي كومبينيتور وتكون اول شركه مغربيه بروميير ستارت اب. دونك شخصيا كنظن ان هذا سي ان بون سين، يعني كيعني ان بطاطا كاين بزاف الشركات المغربيه في المستقبل تقدر توصل حتى هي تاخذ دي انفستيسمون كبار من على برا. وكيفاش انت كتشوف زعما سي محسن زعما لا سيتوياسيون حاليا؟ هو اش نقول لك، انا في رايي ديالي بعدا اول حاجه هو انه الحمد لله كان تطور كبير في السنوات الاخيره، تطور يعني انا شهدته لانه تقريبا يعني كنت ناشطا في هذا يعني في هذا ليكوسيستيم ديال الستارت اب تقريبا من 2011. ندير شويه ديال المونتورين ديال الكوتشين ديال الستارت اب ديال الجون باغيين يكريو لي ستارت اب. الملاحظه اللي كانت عندي هو انه بشكل عام يعني كاين ان ايكوسيستيم كافكار ربما بعض الاحيان كمنتجات برودكتس وكذا، ولكن ما وصلناش لهذاك المستوى النضج باش نخرجوا دي فري ستارت اب اللي كيقدروا يمشيو للعالم. اللي وقع في مرحله لا سابقه اللي هي تقريبا بين 2014 حتى 2016 2017، وانه ليكوسيستيم ديال ستارت اب في المغرب رجع عنده واحد السمعه عالميه، كثير من المسابقات على المستوى العالمي خداوها ستارت اب المغربي. للاسف هذوك لي ستارت اب ماشي بالضروره كلهم كملوا او استمروا او وصلوا النيت العالميه، ولكن على الاقل بداو كيبانوا على المستوى العالمي. المرحله اللي احنا فيها واحد المرحله ثالثه اللي هي بدينا اولا نجلبوا استثمارات خارجيه بواحد المستوى كبير، الحاله ديال 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 شاري حاله ديال ويز تو كاب ديال فريتيريوم، وهذو كلهم دازو موي كومبينيتور اللي واحد من مسرعات الاعمال المعروفه في العالم. ولكن في نفس الوقت بدات بعض القصص النجاح كتبان، وهذا مهم جدا لانه خص نعطي الالهام، وخص واحد المرحله اللي غيكون فيها صعوبات في الحال وفيها مشقه وفيها تحديات وكذا، ولكن غير يبداو يبانوا النتائج صافي كيرجع العجله كترجع كدور.
مازال ما وصلناش لذاك الشيء اللي وصلوا له دول مماثله يعني في الدول الافريقيه وبخصوص الدول الانجلوفونيه. حجم ديال الاستثمارات في الشركات الناشئه كبير جدا مقارنه مع المغرب. نقول كبير يعني كنتكلم بانه ممكن شي مره تكون 10 مرات المبالغ اللي مستثمره في المغرب. حنا للاسف جزء من المشكل عنده علاقه بان عندنا اندماج اكثر مع المحيط الفرنكوفوني اكثر مع المحيط الانجلوفوني، وبالتالي القدره ديالنا ان نمشيو للعالميه او نمشيو لهاد المستثمرين الكبار اللي كاينين في واحد المجموعه المناطق ومركزين في واحد الهب فينانسي مازال ضعيف. ولكن الخلاصه اللي الحمد لله وصلنا لها هو انه قادرين ان نمشيو للعالميه، قادرين ان نجربوا استثمارات مبالغ كبيره، وبالتالي المرحله اللي خصنا نوصلها ان شاء الله في اقرب وقت هو ان تخرج اسم ليكورن، يعني ستارت اب اللي كي فالوريزي القيمه ديالها كتفوت يعني مليار دولار. وهذه ان شاء الله ما نظنش انها بعيده بزاف، ربما في ثلاث سنوات او اربع سنوات المقبله نقدروا نخرجوا هذاك النموذج اللي كيعطي او يلهم الشباب وشركات ناشئه باش يمشيو بعد مثلا كاين في الحال اشكالات بنيويه عندها علاقه بالتقنين شي مرات ريغلومونطاسيون في المغربيه بشكل عام ريغلومونطاسيون فرانكوفون بنيه على كذا، يعني على كل حال كاين واحد الاشكالات بنيويه الأبناك ما كتلعبش الدور المنوط بها. في بعض الأحيان ما عندناش المسرعات بهذاك المستوى اللي كاين في دول قريبة أو دول اللي مماثلة، ولكن أنا كنظن بعض من هاد المشاكل والتحديات بدات كتهرس. والأهم من هذا هو ذاك السقف الزجاج تهرس، هذاك الكلاس سيلين اللي ديال لا ما نقدوش نفوتو ما نقدوش نوصلو ما نقدوش نلوفيو ديفهم بواحد المستوى، الحمد لله بدا كيتهرس، وهذا إن شاء الله غيكون عامل إيجابي باش الأمور تطور في السنوات المقبلة إن شاء الله. عندك صح سي محسن، لأن بصح في إفريقيا أنا شخصيا أول مرة كنت ما كنت عارفة أنا بصح كاينين زعما دي زيكوسيستيم في أفريقيا اللي هما زوينين بزاف. حتى واحد العام جو بونس اون 2016 ولا 2017 حضرت لواحد ليفينمون، كان واحد ان انتربرونور ماروكان كيف أمريكان، وكانوا جابوه في نيويورك كلاب كيهضر على ليكسبيريونس ديالو ويقول لنا راه زعما هو شاف في نيجيريا زعما دي ستارت اب مجهدين بزاف على لي ستارت اب ماروكين. وعاد من بعد انا شخصيا عاد وليت كنشوف، وبصح راه كتلقى ان كاين يونيكورنز في نيجيريا، كاينين في مصر سورتو في المجال ديال لي فينتاك هذيك. دونك بصح هادو دول اللي هما انجلو ساكسونيه ومنفتحه بزاف على الثقافه الكساسوا الانجليزيه او الامريكيه. دونك المهم ربما حتى حنا في المغرب الحمد لله مؤخرا راه كنلاحظوا ان الاشياء كتغير، وحتى زعما لا نوفيل جينيراسيون مهتمه بهذا الموضوع. وهذا الشيء اللي تبغيت نسولك سي محسن، باعتبارك ان بروفيسور يونيفرسيتار باي دوي كنت طالبه ديالك في واحد الماستر انا ما عقلتيش عليا عقلت الله يودي هذاك الماستر ديالي وي اكزاكتو. دونك بغيت نسولك على حيت الرؤيه الجديده في الجامعه المغربيه مؤخرا، كنت شفت السي مصطفى عفوا ما عرفتش سميتو مسيو ميراوي لو نوفو مينيستر سي عبد اللطيف ميراوي سي عبد اللطيف عفوا وي باش عبد اللطيف ميراوي كان تحدث على لونيفرسيتي 4.0، لونيفرسيتي اللي غادي تحاول تنفتح اكثر على سوق العمل وغادي تحاول كذلك انها تشجع على المقاوله. وكنشوفو بيان سور ليكزامبل مثلا ديال لانسياس 4.0 باغ اكزومبل كي تي لونسي لاني ديرنيير. كظن السي محسن ان الجامعه المغربيه حاليا as it is زعما دابا بهاد الانفراستركتور ديالها فوالا بكل شيء، واش قادره انها بصح بحال نقولوا تفورمي واحد الشباب اللي غادي يقدروا يخلقوا مقاولات جيده؟ اش نقول لك زعما الجامعه المغربيه من نقاط الضعف ديال هذا ليكوسيستيم اللي كنتكلموا عليه، من نقاط الضعف لعده اسباب. انا زعما دابا كنتكلم أظن إنسايدر، يعني أنا جزء من الجامعة ودرست في الجامعات والمدارس العليا مدة تقريبا ونقول لك يعني 20 سنة الماضية كل ما قطعتش بشكل أو بآخر عن التدريس. عندنا إشكال كبير. أول إشكال عندنا في المايند سيت أو طريقة التفكير ديال الطلبة ديال الأساتذة وديال الطاقم الإداري وديال التوب مانجمنت في الجامعة، يعني هذا المايند سيت خصنا نخرجوا منه. وجزء من المايند سيت مرتبط كذلك باللغه، اللغه الفرنسيه صعيب باش تمشي بها بعيد في مجال ديال العلوم وفي مجال ديال انشاء المقاولات. باش نتكلم على المايند سيت، يعني
مازال عندنا مازال نكرر هذيك الفكره ديال ان الانسان يتخرج ويمشي يخدم في الدوله، والدليل اللي حنا كنشوفوا انه مازال الى يومنا هذا واحد العدد كبير ديال خريجي ديال الجامعات بما فيهم دكاتره يعني كيضطروا انهم يديروا اضرابات او يديروا وقفات في البرلمان باش يطلبوا بالشغل او بالوظيفه. هذا مشكل كبير جدا، مشكل كبير ماشي مشكل غير فيهم ولكن مشكل حتى في النظام، لانه نقول النظام التعليمي ما كيعاونش باش تطور هذيك القدره ديال انك يعني انك تشد المصير ديالك بين يديك وتزيد به زيد القدام. ففي هذا الجانب هذا بغيت نقول هو انه الطريقه التفكير يعني جزء من المنظومه التعليميه، لان خص المنظومه التعليميه كذلك ماشي غير تاثر في جانب ديال المعلومات والمعارف ولكن كذلك تاثر في طرق التفكير. كتخرج لنا ناس اللي ما ماشي بالضر عندهم القدره او اللي عندهم الاستقلاليه وعندهم يعني الاوتونومي والليدرشيب باش ياخذوا المسار ديالهم بين يديهم. كاين جزء عنده علاقه بالمنظومه نفسها، انا كنتكلم على الجانب الاداري والبيروقراطي الموجوده في الجامعات وداك الشيء ديال المراقبه الماليه اللي شي مرات كتثقل بزاف في سيغتان بروسيس، واحد الاجراءات كيرجعوا ثقال بزاف. الحاجه الثالثه عندها علاقه حتى بالاساتذه نفسهم، لان واحد العدد كبير ديال الاساتذه يعني ربما ما كيتوظفوش منطلق الكفاءه، ثاني ما عندهمش تجارب يعني العالم المهني، وهذا كيؤدي شي مرات انه كتلقى الاستاذ يعني الحصول ديالو يعني العلمي مش بالضروره كبير وما كيطوروش وما كيجددش وما كان. وعندنا مشكل كذلك في البحث العلمي، لانه اصل هادشي ديال الشركات الناشئه خص المفروض انه يبدا في الجامعه، يبدا من خلال البحث العلمي. البحث العلمي كان مشاكل كبيره لا من ناحيه ديال التمويل ولا من ناحيه ديال يعني الطريقه ديال الاجراء او نظام الاشتغال يعني السيستم اوبيراتوار ولا كما نقولوا اللي ثقيل وقديم وكذا. وهذا على كل حال يعني بعض الاشياء اللي موروثه من 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 خلال يعني الاستعمار الفرنسي وتبعاته، ولكن بعض الاشياء كنظن زماننا يمكن ينطوروها غير خص تكون اراده حقيقيه. كنظن زعما ربما بعض الاشياء غتغير في السنوات المقبله، ولكن كثير من الاشياء فيها مشاكل بنيويه. يعني الاستاذ مثلا كمستوى بحث، الاستاذ ممكن يدوز سنوات 5 سنين 7 سنين كذا ما خرج اي بحث واحد يعني في واحد المجله اللي هي محكمه. صعيب تكون انت ظروف بحال هكذا وتطور بحث علمي حقيقي وتطور البحث والتطوير، وبالتالي توصل انك تخرج من رحم الجامعه ما يسمى سبين اوف يعني شركات ناشئه متفاوته. اذا هذا الشيء كله كيأثر في الدور ديال الجامعه، واظن دور محوري ما حد مازال ما فهمناش هذا الشيء. راه انا كنظن زعما كاين الحمد لله هذا الفهم على واحد المستوى معين، ولكن التنزيل ديالو والاجراء ديالو كتبقى فيها اشكال. وي بصح، وكنتمنى ان شاء الله ان هذا لو موندا ديال هذا النوفو مينيستر ان شاء الله في هاد 4 أو 5 سنوات يكون شي تغيير، واخا راه سا سخان بو تخوطا ولكن علاش لا. ولكن الحمد لله فات انا شخصيا زعما بين الحوايج اللي كنت لاحظت انا لا نوفال جينيراسيون زعما كتختلف نوعا ما، الى ان بو كونسيونط باللي راه خاصها تولي تونتربروني، كونسيونط باللي راه ربما انا ماشي ضد لو سالاري بالطبيعة، انا الى وقت زعما ايتر قريب راه كنت اون سالاري اون سامبل سالاري، ولكن زعما الانسان انه يفكر حتى هو يدير ان بروجي ديالو يحاول لي اونتربروني لو فري زعما لو فري اونتربرونيا زعما ماشي حيت كاين الناس اللي غير كيديروا شي تروك ويقول لك انا راني اونتربرونور اي تو، ولكن كتحس انه ما كيديرش ان امباكت في لا سوسيتي، ما كتكونش شي فكره لا تقدر تبدل دي شوز في المجتمع. شخصيا ما كنعتبرش هاد الناس فريمون دي اونتربرونور، مي بون ان توكا على الاقل الانسان كتكون عنده ديك لا بريز دينيسياتيف، كيكون عنده دي كاليتي. لاحظت انا شخصيا زعما لا نوفيل زعما لا نوفيل جينيراسيون لا نوفيل بروموسيون اللي تخرجوا من كسوا من مدارس ديال المهندسين اولا من الجامعات اولا غيرهم، كتلاحظ انا كاين واحد التغيير ولا لا سي محسن؟ تبدلات شويه العقليه؟ لا كاين تغيير كبير ومنهجي زعما، وجزء منه انا في الحقيقه كنعتبره بانه جزء منه هو مرتبط بال
التحرر النسبي من ذاك الثقافه السائده بما فيها نرجع للغه اللي هي اللغه الفرنسيه، لانه كاين كثير من الشباب اللي طالع يعني كيتفرج في افلام باللغه الانجليزيه فيرسيون اوريجينال، كيتعلم اللغه الانجليزيه وهو مازال صغير كذا، فبالتالي كينفتح المدارك ديالو على تجارب دول اخرى، على منطق اخر، على واحد يعني طريقه ديال التفكير مختلفه تماما. على كذلك انا كنظن من الامور اللي عاونت في السنوات الاخيره هو انفتاح الانسان من خلال الانترنت وخلال الشبكه الاجتماعيه على هذا المحيط اللي بعيد شويه، فرجعوا الناس كيتبعوا شي حاجه اللي كاينه في كوريا الجنوبيه وسنغافوره، وكيتبعوا تجارب في فنلندا وتجارب في جنوب افريقيا وفي اوستراليا وكذا. فهي حقا مهمه جدا، لانه كتعطيك واحد النماذج اللي الانسان كيجعلها نموذج وقدوه ومثال وكيخدم عليها. الحاجه الاخيره اللي كذلك زعما كنظن في رايي اللي عاونت هو انه يعني بشكل تدريجي يعني واحد الجيل اللي قبل بدا كيتحرر من هذاك السطوة ديال، بالتالي بدا كيعطي نموذج ان راه ممكن في المغرب بالسياق ديال المغرب بالظروف اللي كاينه في المغرب بالمحيط راه نقدروا ننجحوا. راه داك الفكره ديال ان لا المغرب وما كاينش معامل وكذا، صحيح كاين معوقات كاين صعوبات. انا بالنسبه لي اللي نجح في المغرب يقدر ينجح في اي مكان في العالم، حتى اللي كيقول لك اللي كيسوق في كازا يقدر يسوق في اي موضع. يعني التحدي بالنسبه للمقاول المغربي اكبر بكثير من التحدي ديال المقاول الامريكي. اذا باش ننجح في المغرب، انا شفت مرارا وتكرارا على مدى سنوات مشروع مديور في المغرب كيلقى صعوبه وشي مرات كيلقى الفشل، نفس المشروع كديرو في دوله اخرى كتلقى سميتو، وشي مرات كتلقى مشاريع اضعف وكتلقى دعم وكتلقى تمويل وكتلقى تالي زعما. ولكن كنعاود نقول زعما انه كاين تغيير، والشباب اللي طالع زعما وكاين تغيير حتى في العقليه ديال دابا مثلا في الكاتيجوري السياسة الكبيرة. يعني هذه المساله ديال الانسياس كتكون زيرو، ان يكون عندك باركور اونتربرونوري فوس المدرسه، شيء بالنسبه لي زعما شيء رائع جدا. صحيح كاين واحد الحاجه اللي بغيت نقولها زعما، لانه كاين واحد الحاجه مثل لي بروغ، يعني ان شي مرات خصنا نقزو. دابا شي مرات فاش ما كتكونش جدتي اولا تعطلتي في شي حاجه، شي مرات كتكون شيء ايجابي. مثلا المغرب واحد الوقيته ما مشاش في المينيك ما تبعش فرنسا، داك التاخر اللي كان عنده سمح له انه فاش جا الانترنت كان اسرع في الادوبسيون مقارنه مثلا مع الاخر. بين الانالوجيك والنيميريك في الريزو تليفونيك والريزو سميتو نفس الشيء. فبالتالي شي مرات هذاك التاخر الا كانت هذاك الاراده الحقيقيه على جميع المستويات كتسمح لك باش حتى داك التاخر يمكن لك تتجاوزو في عقلين او عقدين او جيل او جيلين. وهذا انا كنظن انه ممكن، فعندنا المقومات ان شاء الله باش نكونوا رائدين في بزاف ديال المجالات، بزاف مجالات نقدروا نكونوا نموذج يحتذى. صغي هذيك الاراده على كما نقول جميع المستويات، خص العمل المتواصل واحد الكد واحد وحنا لازم هادشي راه بدا كيبان، ماشي كنقولوا شي حاجه اللي بعيده ولا راه بداو كيبانوا شركات ناشئه، بداو كيبانوا حتى في المستوى العلمي، يعني علماء مغاربه او زادوا في المغرب او كذا اللي وصلوا واحد المستوى ديال العالميه وصلوا انهم يكونوا مؤثرين في البلدان ديالهم، راه شي حاجه كبيره جدا. وي عندك الصحة سي محسن، حيت بصح ملي كتشوف واحد ليكزومبل دو ان ليكزومبل مثلا ديال نجاح نتاع شي مغربي بحالك، يعني حتى هو ولد الشعب وقرا بتاتخ في مؤسسات علمية مغربية عادية ومن بعد نجح، كتقول مع راسك راه حتى انا واحد النهار نقدر نجح. دونك بصح ملي كيكونوا دي زيكزومبل ساكسيس ستوريز اللي من المغرب هادو كيشجعوك حتى انت تنجح. ربما كتشوف واحد ساكسيس ستوري في ميريكان او لا في فرنسا ولا في شي دولة اخرى كتقول هادوك عندهم ظروف اخرى. دونك بصح دابا الحمد لله زعما كنهضر على الجيل ديالي، ديجا كاين دي جينيراسيون قبل منا لي بلوز او مايزون ايزون في دي شوز دونك كيشجعونا. اي سي لا ميم شوز حنا بالنسبه لنا الا قدرنا اننا ننجحوا في شي حوايج راه غادي نلهموا لي نوفيل جينيراسيون اللي جاي من بعد منا. دونك شكرا بزاف السي محسن. انا بغيت غير نشير واحد القوله حقا زوينه كتعجبني بزاف، هي القوله ديال فان فوريس كيقول لك اتر في ديال اخويا دي زونسيان، اتر في ديال اخويا دي زونسيان sinon ce n'est pas d'en conserver les cendres mais d'en transmettre la flamme. يعني انك تكون مخلص لهذاك الارث ديال القدماء ماشي هو انك تحافظ على طماد، ولكن انك تدوز هذاك اللهب ولا هذاك الوحش. زعما الفكره هو ان كل واحد كل جيل وكل هذا كيخصو يدوز هذاك لا فلام، يدوز هذاك
لاباسيون هذيك الرغبه في اننا نشوفوا نجعلوا من بلادنا هذاك الشيء اللي موجود ولكن نجعلوا من ما واحد كما راه واحد الجزء كبير من الامر هو رغبه مبنيه على واحد النوع من الوطنيه وحب البلاد وانك تقول بغيت ان شاء الله يكون شي حاجه في البلاد اللي تميزها وتكون وذلك على الله يعزز. مزيان استي محسن الحمد لله كيف قلتي لها ليحش من صح راه كتحس بواحد المسؤوليه اللي كنتي كتفكر بهذا المنطق كتحس بالمسؤوليه كتقول مع راسك خاصني نكون ان بي بيرفورمون نكون نعطي واحد لو بون اكزامبل وهي ماشي يعني كيف شديت لو فلومبو من عند واحد الناس خصني انا ندوزو وهي ماشيه بحال هكا فوالا. سي محسن عندي سؤال اخر الا سمحتي عنده علاقه بالشعر والكتابة لأن أنت سي محسن شاعر وكنت خرجت مؤخرا واحد ديوان شعري أظن سميته الديوان الرقمي جي با انكور أو لا شانس باش نقرأ بكل صراحة ولكن كنت شفتك قرأتي سارتان باساج منه دونك السؤال ديالي متعلق فوقاش بديتي كتكتب علاش كتكتب وعلاش درتي ديوان مع الاخ ديالك زعما علاش ما كانش مثلا تكتبتي بوحدك كيفاش زافي بو زعما ترافاي اونصامبل على هذاك الديوان هو مساعد الكتابه زعما بدا هو الحاجه اللي اساسيه وضيع حتى في الديوان الرقمي كاين هذه النقطه هذه انا كنعتبرش بان كاين فرق بين العلم والادب يعني العلم والادب خصهم يكونوا بجوج حاضرين في كل واحد فيهم نقول الأدب الأداب والفن كاع المجالات اللي كتبان بعيدة عن المجالات العلمية يعني خص ناخدو نصيب وافر منهم بجوج باش كنقول هادشي لأنه كل واحد فينا راه عنده الملكة ديال الخلق وديال الإبداع وكذا حتى في المجال الأدبي يعني ما عندوش مع اللغة العربية عنده مع الفرنسية عنده مع الأمازيغية عنده مع الزجل عنده يعني الكتابة هي واحد يعني طريقة شنو نقول لك طريقة ماشي غير ديال التعبير ولكن طريقة ديال واحد الإيصال ديال واحد الحاجة اللي ممكن تنفع ناس أخرين هو طريقة كذلك التفريغ جزء من يعني بس هموم مشاكل حاجة اللي عند الإنسان كتختمر في الذهن ديالو وصلها بواحد الشكل اللي هو اللي هو اللي هو أداب اللي هو الشعر اللي هو كذا فبالتالي زعما شي مرات يعني كاين الناس كيتصوروا انه الشاعر يكتب الشعر واخا انا زعما لا اعتبر نفسي شاعر انا يعني كان انظم قصائد ماشي اكتب الشعر لان الشعر عنده مقومات على كل ولكن زعما شي مرات راه الشعر يكتبك يعني شي مرات داك الشعر كيجيك هكذاك بعض القصائد تقريبا شنقول لك يعني كتحس بانك لا تتصنع فيها كتكتبها بحال اللي كتجيك هكذاك كيك كاين واحد القوله ديال فيكتور هيغو كيقول لك ان بويت اي تان موند انفيرمي دون ان نون ان بويت اي تان موند انفيرمي دون ان نون واحد العالم مختلج اللي كيخرج هكذا كتابه شعر انت الشعر كذلك راه في واحد الجزء من الهندسه المعماريه كان واحد يعني فرانك لويد رايت اللي هو ان غران طارشيتكت معروف امريكاني من هو اللي كان صمم لو ميزي غوغنهايم في غوغنهايم في نيويورك كان كيقول افري جريت اركيتكت قلتي صمم شي حاجه متحف غوغنهايم في نيويورك ما كنعرفوش سميتو فرانك لويد رايت هذا من كبار المهندسين المعماريين ديال القرن الماضي كان بين الاشياء اللي كيقول افري جريت اركيتكت از نيسيسيرلي جريت بويت يعني كل مهندس معماري رائع من التميز ضروري خصو يكون عنده واحد النصيب من الشعر وفعلا الشعر فيه واحد التوازن بين البناء انه فيه واحد البناء وبين الجماليه وبين يعني بناء ولا متانه وبين الجماليه وبين واحد الغرض شعري واحد الحاجه اللي كتوصلها من خلال الشعر وهذا التوازن كاين نفسه في الهندسه المعماريه فبالتالي زعما كاين علاقه بين الهندسه وبين نقول اكثر من هذا الشيء زعما انه العرب شحال هذه كان باباز دو دوني باش كيبغيو يستوكيو شي حاجه كيستوكيوها شعرا طريقه تخزين العلوم كانت بالشعر والشعر راه بحال لو موند بينير سي دي زيرو اي دي ان حركات وسكنات
التفعيله الشعريه راه حركات وسكنات، فاعل مفاعل 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 حركه مره سكنه، يعني دي زيرو اي دي. كاين واحد التقارب بين هاد العناوين، وبالتالي يعني في الكتابه انا حقا بديت في الصفر، يعني ربما اول شعر كنت كتبته من 15 عام ولا شي حاجه، ولا 16 عام، وكنت شارك ربما في الباك ولا قبل من الباك في واحد المسابقه الشعريه على مستوى العالم العربي، والحمد لله كنت ربحتها. فبقى مصاحبني، كانت واحد الفتره ديال انقطاع طويله ديال واحد ربما 10 سنين أو 15 عام ما كتبتش فيها حتى شي لا بيت لا كوزينه. ومؤخرا الحمد لله عاود رجعت لهاد البليه هادي. الشعر كما قلت زعما واحد المجال ديال التعبير كبير، ثاني المجال ديال البناء الجماليه والاجيال والشباب اللي ما عندهمش واحد الحس جمالي وحس فني، صعيب باش يبني قيم. وبالتالي زعما هكذا كنشوفوا القي ديال الديوان الرقمي، هذا كان اختيار في الحقيقه، زعما كان ممكن نخرج او لا يخرج الاخ ديالي ديوان، يعني سي طاري حنا كانوا ثلاثه الاخوان، انا والاخ ديالي التوأم واحد الاخ ديالي اخر صغر منا، كنكتبوا من الصغر وكذا، ولكن قررنا لانه الديوان الرقمي الرقميه خاصها لا كولابوراسيون، يعني منطق الاستفراد والفردانيه ما كيتلاقاش مع الرقميه. فبالتالي هذه كانت الفكره، والا كما قلت لما الشعر واحد الطريقه ديال التعبير على ما يخارج القلب والصدر، وشي مرات الطريقه ديال التنفيس الانسان كينفس فيها على داكشي اللي للداخل، وفي نفس الوقت هو طريقه باش كتوصل واحد العبره واحد البلاصه واحد الاثر اللي كيبقى ما بعد موت الانسان، غيموت كاملين غنموتوا، وشي مرات كاين شي حويجات كيبقاو، الحويجات اللي كيبقاو هما داك العلم الذي ينتفعوا به، ومنه هذا الجانب ديال الشعر، والصدقه الجاريه، ومنها هادشي ديال لونتربرونيا، والولد الصالح الذي يدعو له، ومنه الناس اللي قراو عندك او اللي ذكروك بالخير لانك علمتيهم ولا وريتيهم شي حاجه. فانا كنحاول غير بشكل او باخر ما نخلي شي اثار واخا صغير في رقعه ولا في شي بقعه ولا في شي عدد ديال الناس مهما كان صغيرا، فهذا هو المقصود. الحمد لله مزيان السي محسن، وانا كنقول لك راك كتخلي اثر، واثر كبير، وبشهادتي وبشهاده بزاف ديال الناس. شكرا بزاف السي محسن، الله يجازيك بالخير، والله لك كان لي الشرف الكبير انك تكون معايا، والحوار معك كان شيق. شكرا بزاف، كاين بزاف النقط ديال التشابه بيني وبينك في شي بعض المسائل، دونك زعما انجوي هذيك الشيء اللي هضرنا عليه. شكرا بزاف، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طيب والله جربت هذا البودكاست فيه نفع للناس اللي غيستمعوا وغيتابعوه، والله ذلك من هذا الشيء اللي قلت، وان شاء الله المشعل كاين الحمد لله اللي يحملوا، والله يسر ان شاء الله بالتوفيق. يا ربي امين. شكرا بزاف سي محسن، الله يعاونك. الله يعاونك، السلام عليكم.